مرحبا حبايبي، شو اخباركم؟ ان شاء الله صحه وسلامه. طبعا البارحه على الفيس جماعه ناشرين منشور مصورين المطعم، هذا المطعم مالتي، مصورين المطعم وكاتبين ابو علوش كمل الدعايه وشال البراد. اول شيء عم والله انا ما اريد يعني اكبر المواضيع واحكي هذا، بس توضيح. اول شيء انا لا اريد اسوي دعايه، لا عندي انتخابات ولا عندي شيء، هو مجرد احترام النعمه. هو اكل زايد ومكان من ذبه، خلينا براد للعالم، وعالم قاعد تيجي الله وكيلكم معتمده على هذا الاكل. بس اكو بعض النسوان، لان شوفوا هذا البراد كان هنا، شوفوا باب المطعم كان، اكو بعض النسوان تستحي تاخذ، لان مدخل المطعم وناس طابه طالعه، فتستحي لو توقف عبر الشارع، لو تدز ابنها يجي يشاورني وانطي. فيعني احتراما للناس اللي معتازه، هذا البراد خليناه هنا على صفحه. هذا شوفوا، هذا اليوم الاكل. اليوم ايش قد بالشهر اليوم؟ شنو مدري؟ 28؟ اليوم 28/2؟ اي 28/2 اليوم، هذا اليوم مال الغداء مال الظهور. هذا احنا يزود عندنا اللي يزود عندنا بالقدوره، مو يزود عندنا يعني على الميوزه. هذا كل مطعم هو يزود عندنا، احنا سوينا هذا البراد. هذا شوفوا، هذا عندنا تم البرياني. هذا انا لا اريد اسوي دعايه ولا اريد راي ولا عندي انتخابات ولا، بس هذا احترام للنعمه. وانا هذا التصوير من نزلته ذاك اليوم اريد احفز المطاعم حتى لذب الاكل. هذا التم شوفوا نظيف ما بي شيء، وبراد مشتغل ما نعمه الله سلم. وهذا المرق، طبعا هذا المرق جوا بانواعه، وهذا البراد خليناه هنا على صفحه المطعم، حتى بالليل هاي الصفحه تصير ظلمه، ناس من تريد تجي تاخذ منها وتروح، لا حد يشوفها ولا يصير احراجات ولا يصير شيء. هذا مجرد ما خلينا هنا، لان الناس حتى هاي شاكين اياها الورقه. شاكين اياها، وان شاء الله راح اخذ واحده جديده. وان شاء الله هذا الموضوع باقي، لان هو بركه للمحل وبركه للمطعم. اوكي؟ فحبايبي هذه الشغله مو شغله دعايه، هاي شغله احترام. الله من يرزق بشر خليه يحترم رزقه ويحترم النعمه مالته، لان اكو ناس بعازت لقمه الخبز. واتمنى من كل المطاعم، من كل المطاعم سووا هاي المبادره، حتى اكو ناس والله العظيم هسه معتمده على هذا البراد. زين، وشغله هم اريد اقولها، جماعه الانتخابات لا حد يجيني بعد فدوه، كلكم حراميه وكلكم مو بحالكم، ولا اريد دعمكم ولا اريد برادات من عندكم، وكل شيء ما اريد من عندكم، نريد من الله احنا. زين، لا حد يوصلني، هذا هسه بالفيديو عمي، لا حد يوصلني، ليش اطرد بيكم؟ ولا حد يوصلني. لا تصعدون على شغله مساعده الفقراء، عيب. فش تستحوا، كافي بوقت العالم، لفظتوا الدنيا بوقت العراق كله، كافي كافي. خلي العالم عايشه وخلونا بحالنا وانتم بحالكم، بالعافيه عليكم. اوكي حبايبي، هذا للتوضيح. يلا في مالك.